السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب الصف الثالث المتوسط. درسنا اليوم يتكلم عن تحليل وحدات الحد، وهذا أول درس في الوحدة السابعة. فيقول لي تعريف لتحليل وحيدة حد: نعبر عنها بحاصل ضرب أعداد أولية ومتغيرات بأس واحد. فمثالا 34 سين أس 4 صاد أس 3 هتساوي 34 2 ضرب 17. أدي الأعداد الأولية 34 2 ضرب 17. سين أس 4 إن السين مضروبة في نفسها 4 مرات، سين ضرب سين ضرب سين ضرب سين. صاد أس 3 إن الصاد مضروبة في نفسها 3 مرات، صاد ضرب صاد ضرب صاد. مثال آخر 52 ألف تربيع باء، ال 52 تحليلها تحليل أولي 2 ضرب 2 ضرب 13، 2 ضرب 2 ضرب 13، الألف تربيع ألف ضرب ألف ضرب باء. 12 جيم أس 2 هاء أس 4، ال 12 2 ضرب 2 ضرب 3، لأن بيقول لي نعبر عنها بحاصل ضرب أعداد أولية. ال 2 ضرب 2 ضرب 3، الجيم تربيع، الجيم مضروبة في نفسها مرتين، هاء أس 4 إن الهاء مضروبة في نفسها 4 مرات. في عنوان مهم جدا وهو العامل المشترك. العنوان المهم جدا وهو العامل المشترك. بيقول لي العامل المشترك الأكبر الذي نرمز له بعين ميم ألف. العامل المشترك الأكبر عين ميم ألف لعددين أو أكثر هو أكبر عدد يكون عاملا لكل من هذه الأعداد، ويمكن إيجاد العامل المشترك الأكبر لوحدتي حد أو أكثر بطريقة مشابهة. مثال بيقول لي هنا أوجد عين ميم ألف، يعني أوجد عامل المشترك الأكبر لكل زوج من وحدات الحد. المثال الأول 6 سين صاد أس 3 18 صاد أس 2. المثال رقم 2 11 ألف أس 2 باء و21 ألف باء. الحل، المثال الأول، حل المثال الأول. أول شيء نحلل وحيدة الحد 6 سين صاد أس 3، الستة 2 ضرب 3، الستة 2 ضرب 3، والسين هي مرة واحدة يبقى 2 ضرب 3 ضرب سين. الصاد أس 3 يعني الصاد مضروبة في نفسها 3 مرات، صاد ضرب صاد ضرب صاد. 18 صاد عاء، ال 18 عبارة عن 2 ضرب 3 ضرب 3، الصاد مرة واحدة والعاء. لما نجيب العين ميم ألف، لإيجاد العين ميم ألف ناخد المشترك، الاتنين موجودة في وحدة الحد الأولى وموجودة في وحدة الحد التانية، هاخدها، هاخد اتنين. التلاتة موجودة في الاتنين في وحدة الحد الأولى ووحدة الحد التانية، يبقى تلاتة. الصاد مشتركة بينهم، السين ليست مشتركة والعاء ليست مشتركة، ولكن الصاد مشتركة، هاخد الصاد. يبقى العين ميم ألف عبارة عن 2 ضرب 3 ضرب صاد، يبقى 6 صاد، 6 صاد أي العامل المشترك الأكبر 6 صاد. المثال رقم 2، المثال رقم 2 11 ألف تربيع باء. ال11 ما ليها تحليل غير ال11، الألف تربيع ألف ضرب ألف، الباء 21 ألف باء تربيع، ال21 عبارة عن 3 ضرب 7، ألف مرة واحدة تنزل، الباء تربيع باء ضرب باء. يبقى العامل المشترك الأكبر، ما في عدد، ما في عامل مشترك أكبر بين الأعداد، لأن ال11 ليست مشتركة والتلاتة والسبعة ليست مشتركة، لكن المشترك الرموز، ألف مشتركة فوق ومشتركة تحت يبقى ناخد الألف، الباء مشتركة فوق ومشتركة تحت ناخد الباء. فإذا العامل المشترك الأكبر ألف باء. تمرين: أوجد العامل المشترك الأكبر للأطوال الثلاثة لمثلث أطواله 12 لام عاء تربيع 8 لام عاء 16 لام تربيع عاء. طبعا نفس المبدأ، وحدة الحد الأولى نحللها 12 لام عاء تربيع،
ال 12 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب لام ضرب عاء ضرب عاء. ال 8 لام عاء ال 8، ال 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب لام ضرب عاء. ال 16 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، اللام تربيع لام ضرب لام والعاء. طيب يبقى العامل المشترك الأكبر، المشترك الاتنين مشتركة في التلاتة مع بعض، في عندي اتنين مشتركة في التلاتة مع بعض، وعندي اتنين أخرى مشتركة في التلاتة مع بعض، فأنا هاخد اتنين ضرب اتنين، التلاتة مش مشتركة مع بعض. طيب اللام مشتركة في التلات وحدات الحد، ناخد اللام، وفي عاء مشتركة في التلات وحدات الحد، يبقى نقول العامل المشترك الأكبر 2 ضرب 2 ضرب لام ضرب عاء. 2 ضرب 2 4، اللام هتنزل والعاء هتنزل. وبهذا قد انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله.